موضوع مرتبط بأوكرانيا، ولكن ما نتكلموش على الأزمة الروسية الأوكرانية، لا نتكلموا على رئيس أوكرانيا. ماله رئيس أوكرانيا؟ مثل دور رئيس دولة في مسلسل تلفزيوني وأصبح فعلا رئيس دولة أوكرانيا. سبحان الله، ما شاء قدر فعل، لأن رئيس أوكرانيا كان ممثل ودار واحد السلسلة اللي كان فيها معلم وأستاذ، الدور ديالو كأستاذ، وكان دائما يحارب الفساد من موقعه كمعلم وكأستاذ في هذا المسلسل، يحارب الفساد وضد الدولة الفاسدة وضد الدولة الدكتاتورية والرشوة وهذا، وديما مع التلاميذ ديالو تيقول لهم لا ويجب. فشاءت الأقدار أنه طالبوا بأنه يكون رئيس دولة، فتقدم انتخابات ونجحوا لرئيس دولة. هذه كانت فيلم مسلسل داروا شحال هذه، وشو سبحان الله دارت الأيام ولا بالفعل رئيس أوكرانيا، هو دابا رئيس أوكرانيا. شو سبحان الله، على أي كوتر سيدة تقربنا من هاد المقاربة. سبحان الله. خادم الشعب اسم مسلسل واسم حزب سياسي يعرفه الأوكران جيداً، خصوصاً وأن قصة المسلسل تتطابق في بعض أجزائها بشكل غريب مع قصة بطله الحقيقية. تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي حول بعض القضايا السياسية، وتسلط الضوء على رجل من عامة الشعب يتحول إلى رئيس البلاد بعد انتخابه بأغلبية ساحقة. وللصدفة فبطل المسلسل فولوديمير زيلينسكي أصبح الرئيس الأوكراني بعد أعوام قليلة من طرح العمل. في العام 2015 كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ممثلاً كوميدياً يؤدي دور البطولة في مسلسل خادم الشعب. دارت أحداثه حول الوضع السياسي في أوكرانيا، وسلط الضوء على عدد من القضايا السياسية في إطار المسلسل الكوميدي. وفيه أدى زيلينسكي دور مدرس تاريخ في مدرسة عامة يدعى فاسيل بيتروفيتش، الذي سيتحول بالصدفة من رجل من عامة الشعب إلى أهم رجل سياسة بانتخابه بأغلبية ساحقة ليكون رئيسا للبلاد. الصدفة قادت فاسيل ليصبح رئيسا للبلاد حينما صوره أحد تلاميذه بينما يتحدث غاضبا عن الفساد في أوكرانيا وينتقد الحكومة والنخبة السياسية بلهجة حادة. ثم انتشر هذا الفيديو بشكل واسع على الإنترنت تحت عنوان مدرس تاريخ يفقد صوابه. ثم بدأ الناس يطالبون بترشحه لرئاسة البلاد لأنه مستاء من الفساد والحكومة مثلهم. وبشكل كوميدي تبدأ حياة فاسيل بالتغير على جميع الأصعدة، وترشح بالفعل لمنصب الرئيس، ورغم أن استطلاعات الرأي أظهرت أنه لن يتقدم على باقي المرشحين وليس له أمل في الفوز، فإنه حقق نجاحا كبيرا بجمعه 67 من أصوات الناخبين، لتنقلب حياة فاسيل رأسا على عقب. الرجل من عامة الشعب الذي أصبح يجلس فجأة بين نخبة البلاد ومسؤوليهم، وسلط العمل الضوء على كيفية معاولة مساعديه له في كل الأمور، بداية من ارتداء الملابس والأحذية والساعات الحديثة، وكذلك طريقته في الحديث للصحافة وعامة الشعب وتعبيرات وجهه ونبرة صوته. وأيضا سلط المسلسل الضوء على تغير معاملة كل من حوله، وبعد أن كان مجرد مدرس مهمش تنتقده مديرته وتوبخه، أصبح شخصية هامة يمدحها الجميع ويهابونه ويتمنون مقابلته. ومع الوقت يتحول إلى زعيم حقيقي يلتف الشعب حوله ويسانده لمحاربة الفساد والنخبة التي تحاربه. وقبل تقلد زيلينسكي رئاسة البلاد في ماي 2019 وحتى مسيرته في التمثيل، حصل على شهادة جامعية في القانون من جامعة كييف الاقتصادية الوطنية. ثم اتجه زيلينسكي المعروف بحسه الفكاهي إلى الكوميديا، وأنشأ شركة لإنتاج الأفلام والرسوم المتحركة والعروض التلفزيونية بما في ذلك مسلسله Servant of the People
أو خادم الشعب، لكنه انتقل إلى عالم السياسة في مارس من العام 2018 عندما أسس حزبا باسم مسلسل خادم الشعب، وساعده في تأسيس حزبه موظفو شركته الفنية. وبشكل قريب من قصة المسلسل، رشح زيلينسكي نفسه للرئاسة في العام التالي وفاز فوزا كاسحا على الرئيس السابق بيترو بورونشكو بحصده 73% من أصوات الناخبين، فكانت النتيجة كبيرة خصوصا لحملة بدأت كمزحة لكنها ضربت على وتر حساس لدى الناخبين المحبطين من الفقر والفساد في أوكرانيا والحرب التي استمرت 5 سنوات كما وصفتها الصحف المحلية والعالمية. فتحقق جزء من قصة المسلسل بعد 4 أعوام فقط على عرضه، لتنتقل الأحداث من عالم الكوميديا والدراما إلى عالم الواقع. سبحان الله، كان رئيس دولة في مسلسل تلفزيوني وأصبح رئيس دولة ديال بصح. سبحان الله، هو الطموح، الطموح يتحقق والحلم يتحقق من اللي تتصوره وما تتملش. إذا عزمت فتوكل على الله.